موجز أخبار السياحة من قناة وجريدة تحوس براس، أهلا بكم. بداية، أشرف مساء اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على حفل تخرج الدفعة 43 للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة هنأ ياسين بن محمد يقول الطلبة المتخرجين وشكر الطاقم الإداري والبيداغوجي على ما قدموه في تكوين الطلبة مجسدين تطلعات الدولة في النهوض بقطاع السياحة والمضي به قدما في المساهمة في الاقتصاد الوطني. هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن إمكانية تأثر الرحلات بالضغط في مطار هيترو بلندن، وأبلغت الجوية الجزائرية مسافريها من وإلى لندن باحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات المبرمجة ابتداء من 22 جويلية 2022. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من قناة وجريدة تحوس براس. دمتم في رعاية الله وحفظه.